اهلا وسهلا بالاستاذ مروان ادهم. يا اهلا. نحن سعداء بهالرحله. هلا امال والكابتن بوب بحيوك، بتمنوا لك رحله حلوه معنا. اكيد مع الخطوط اكيد حتكون رحله حلوه. اي مع الخطوط الجويه الفنيه. يا قديش تقريبا بتسافر بالسنه استاذ مروان؟ السنه كلها. كل السنه. مشان هيك عم بقول لك مشكم بالطيارات وهيدي وهيدي بالنسبه لها سعاده طبعا. الله يخليك. فعلا السنه كلها صار لي اكثر من 5-6 سنين يمكن. دائما خارج لبنان. كم اغنيه صار عندك استاذ مروان اليوم تقريبا بتروحها بالسوق؟ 6 شرايط. 6 شرايط يعني كل شريط بين اغاني 48 اغنيه تقريبا. 48 اغنيه. طيب حبينا هلا نرجع معك لذكرياتك الماضيه مع لمعاتك بهالاغاني اللي ابتدي فيي هويتك او باسبورك، باسبور دخولك الى قلوب الناس. نبتدي هيك شوي ندندن. بدنا نرجع بعتقد يمكن لسنه الثمانين. بالثمانينات. انت يوم ابتديت؟ كهويه طبعا. كهويه. بذكر وقتها عملنا طلعنا عن المألوف بالأغنية العربية وقتها مثلا. عملنا الأغنية اللي فيها الموسيقى الحديثة بس حافظنا على الشرقية، الأصالة الشرقية. أنا عملت خليت بزق بين يعني الفرق النوع الموسيقى الغربي. دخلت معه البزق، عملت طلة الحلوة وشعر طاير على خدها سنة 80. كيف مجموعة مميزة. زينة الحلوة زينة. بيتك أكثر ما فيي. طبعا طبعا طبعا، لأنه هون استفالة دايما بلحظات الانسجام هيك بتذكرني بزينة. ففينا نرجع معك شوي لزينة. زينة هغني لك منها شوي. ايه قد ما بدك. طلت الحلوة وشعرها طاير على خدها، قلبي من يوم يا قلبي ما عاد يتهدى. سألتن عن اسمها قالوا لي اسمها زينة. يا ريت حلمي يتحقق بقربك يا زينة. زينة الحلوة زينة سحرتني برمشة زينة، نظرة من عيونها والله بتحييني من جديد. الله الله يا ريت اسمك كله لزينه. كله لزينه هاي البدايه. ايه. على كل حال احنا معنا زينتين. اي طبعا. بالفتره زيتها في اغنيه كمان ثانيه ضربت لك بهالفتره هاي بالبدايه. حبيتك اكثر ما في واعطيتك قلبي وعيني، تركتيني وعني ما سالتي ابي شو راحت الغيري. يا قلبي التعبان دور عن نسيان يا قلبي. دور عن نسوان يا قلبي. انا قلبي بدك تقول لي طبعا.